المغناطيسي احنا كنا بنقول على موسيماني في الاول لو تفتكروا في الاول ايام سان داونز كانت ودي طريقه من الطرق اللي دايما بيتعامل بيها المديرين الفنيين يعني مورينيو واحد من المديرين الفنيين اللي عندهم القدره ان هو يشتغل نفسيا وكل حاجه قبل اي شيء طبعا هو جزء نفسي سواء ان انت بتضغط على المنافس او ان انت بتخليه في وضع بعيد عن التركيز يعني مثلا هعمل نوستالجيا بسيطه كده مستر مانويل جوزيه لما جه في الولايه الثالثه وكان نادي الزمالك متفوق على النادي الاهلي بست نقاط انا مش فاكرها دي متفوق بست نقاط يعني اوكي ده موسم مهم جدا أوكي. كان الكابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك لا اصل انا فاكر ان كان في فتره دايما نعم. يعني النادي الاهلي هو اللي بيكسب على طول لكن في الموسم ده كان نادي الزمالك متفوق بست نقاط عن النادي الاهلي وكان كابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك ومانويل جوزيه جه في وسط الموسم وكان اهم لاعب في نادي الزمالك هو شيكابالا طيب مستر مانويل ساعتها ما لعبش بنفس الاسلوب بتاع صبري لاموشي او بتاع موسيماني لما كان في سان داونز ان انا اقول لك انت كبير وانت جامد وانت مفيش حد هيكسبك ده اسلوب لا مانويل جوزيه استخدم اسلوب مخالف تماما وقال لي يا جماعه ببساطه نادي الزمالك يسهل الفوز عليه اعمل بس مان تو مان على شيكابالا والفرقه خلاص شكرا مش هتعمل حاجه من بعد التصريح ده نادي الزمالك فعلا كل منافسين نادي الزمالك بداوا يلعبوا والله كانت والله يلعبوا انا مصدقك وعادي انا عارف ان الراجل ده ليه حاجات اصله قعد يلعب مان تو مان على شيكابالا ونادي الزمالك فعلا اتضغط عصبيا كابتن ابراهيم حسن وافتكر كابتن حسام حسن ساعتها اتعصبوا جدا بسبب التصريح ده وبداوا ينفعلوا بدا الفريق يخرج عن تركيزه نادي الاهلي في اخر الموسم افتكر يعني وممكن طبعا الساده المشاهدين يصححوا لي لو انا غلطان في عدد النقاط نادي الاهلي فنش الدوري ده فارق عن نادي الزمالك بازيد من ست نقاط فده اسلوب وده اسلوب